أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في نشرة أخبار حقوق الإنسان للعالم العربي. قالت منظمة Human Rights Watch الحقوقية في بيان صادر عنها بتاريخ 6 من شهر أغسطس الجاري أنه ينبغي على المجلس التأسيسي في تونس إعادة النظر في مشروع قانون قد يسمح في المستقبل بالتعدي على استقلالية القضاء. ويتمثل هذا القانون في إنشاء هيئة قضائية وقتية تشرف على تعيين وترقية وفصل القضاة، ويمنح هذا القانون صلاحيات أقل للسلطة التنفيذية، ولكنها تبقى دائما مراقبة للقضاء، خاصة فيما يهم فصل القضاة وهو ما يهدد بالنقل والفصل التعسفي في المستقبل. وعملا بالقانون رقم 2967، فإن النظام الأساسي الصادر سنة 67 و900 ألف والمتعلق بنظام القضاء والذي هو في حاجة إلى الإصلاح والمراجعة في تونس، فإن نقل القضاة يتم لمصلحة العمل، وهو مفهوم فضفاض على حد قول Human Rights Watch، وتم استعماله في عهد بن علي لتنفيذ عمليات نقل تعسفية في حق قضاة مستقلين. وفي نفس السياق، قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين أنه يتعين في القوانين التي تنظم الجهاز القضائي أن تقدم تفعيلات توجيهية حول مخالفات القضاء التي من شأنها أن تؤدي إلى إجراءات تأديبية ودرجة خطورة المخالفات التي تستوجب تدابير تأديبية معينة. على صعيد آخر، أعرب المقرر الخاص لدى الأمم المتحدة المعني بالمهجرين داخليا السيد شالوك بياني عن عميق انشغاله بالوضع في سوريا حاليا، فعدم احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي أدى إلى أزمة نزوح داخلية حادة. وقال السيد بياني أن القتال العنيف واستخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق المكتظة بالسكان هي مصدر قلق كبير، مما يجبر المواطنين أكثر فأكثر للفرار من منازلهم. وطالب من النظام السوري السماح للمنظمات الإنسانية بالوصول لهذه العائلات المشردة لمد يد المساعدة للمحتاجين منهم. كما أكد أن النقص في الرعاية الصحية والمأوى والمياه والمواد الغذائية الأساسية يؤثر سلبا على المهجرين وعائلاتهم، خاصة بعيدا عن ديارهم. وطلب السيد بياني في الأخير المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة المادية للمهجرين السوريين من أجل ضمان حمايتهم ودعمهم في هذه المعاناة. دائما وفي شأن سوري، فقد تم اعتقال طالبة دلال السلحاني، وهي طالبة سنة أولى في قسم الكيمياء في كلية العلوم في جامعة حلب، وتم اعتقالها في 7 من شهر يوليو 2012 بتهمة مساعدة الجرحى والنازحين المدنيين ودعمهم بالمعونات الغذائية والطبية وتأمين أماكن لإقامتهم كنازحين. وقد نددت اللجنة السورية لحقوق الإنسان بهذا الاعتقال، وأعربت عن بالغ قلقها على سلامة الطالبة طلال السلحاني، وتحمل السلطات السورية مسؤولية أي مكروه قد يصيبها، كما طلبت في نفس السياق بإطلاق سراحها وفورا. أما في الشأن البحريني، فقد أجلت محكمة الاستئناف البحرينية اليوم قضية الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب المتهم فيها بسب أهالي المحرق إلى جلسة 12 من شهر أغسطس 2012. وقد طالب الدفاع في وقت سابق المحكمة باستبدال عقوبة الحبس ب3 أشهر بعقوبة اجتماعية، كما ينص على ذلك القانون البحريني. أعزائي المشاهدين، بهذا إذا نصل إلى نهاية نشرتنا الإخبارية. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.